وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. يعني أستاذ محمود، بعد التحية، تقييم حضرتك للأوضاع في يومها الثالث بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الطرفين؟ مساء الخير حضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد احنا قدام وضع معقد جدا في السودان الشقيق، و يعني تحركات موجودة على الأرض وعلى الأصعدة الدولية والإقليمية من أجل رأب هذا الصدع و الوصول مرة أخرى إلى اتفاق ما بين كل الفرقاء السودانيين للجلوس مرة أخرى على مائدة المفاوضات، بحيث أنه يتم يعني عمل عملية سلام سريعة. وربما النداء الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجنوب السوداني سلفا كير بيؤكد أنه هناك مساحة حقيقية من الدولة المصرية ومن القوى الإقليمية المحبة للسودان ولشعب السودان من أجل وقف هذا الصراع فورا، حتى لا يتأثر المواطن السوداني بسبب هذا الصراع، لانه بالتاكيد هذا الصراع يعني يعقد المشهد السوداني اكثر ما هو معقد في الحقيقه، وكل ذلك في غير صالح الشعب السوداني. استاذ محمود، الحقيقه انه يعني منذ بدء هذه الاشتباكات مصر اصدرت اكثر من بيان من الخارجيه اكدت على دعم مصر لدوله السودان ولوحده شعبها، وايضا كان هناك اعلان الوساطه من قبل الجانب المصري مع جنوب السودان من اللحظات الاولى، وكان هناك تحرك مصري وجهود كبيره مصريه. الحقيقه انه ساهم هذا حتى الوجود المصري في توحيد الكيان السوداني السياسي بشكل كبير ونرسخ العديد من العلاقات المصرية السودانية. إلى أي مدى كل هذه الأمور وكل هذه الجهود تشير لأنه لا بديل عن مصر في أي أزمة سودانية؟ بالتأكيد مصر جارة يعني بتتعامل بشرف شديد جدا مع كل يعني جيرانها الإقليميين، وبالتحديد السودان علاقات وطيدة وممتدة، يمتد بيننا نهر النيل ويمتد بيننا علاقات وطيدة بين الشعب المصري والشعب السوداني. السودان الشقيق ليست مجرد دولة، ولكنها يعني من أقرب الأقربين لمصر، وما يحدث في السودان يؤلم كل مواطن مصري. وربما على المستوى الرسمي والقيادة السياسية المصرية كان هناك دعما متواصلا منذ وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة للسودان، واهتمام شديد بالسودان واهتمام ربما غير مسبوق بالسودان، بالعمل على وحدته والعمل على تنميته والعمل على يعني تمديد أواصر الصلة ما بين مصر والسودان، شراكات اقتصادية كثيرة، شراكات تعليمية، يعني دعم في مجالات صحية وفي مجالات عدة. في الحقيقة أكثر من زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، وده بيؤشر إلى أي مدى هذه العلاقة قوية وممتدة ووطيدة، وتسعى مصر طول الوقت إنها يعني تصبح على هذا المستوى. الآن وما حدث، ربما مصر تشعر بالقلق الشديد جدا، وربما تحركت حركات دولية عديدة من أجل إعادة مرة أخرى كل الفرقاء السودانيين مرة أخرى على مائدة التفاوض، العمل على وصول لحل سياسي سلمي لهذه الأزمة الأخيرة. هذا الحل هو ربما هو الحل الوحيد أمام كل الفرقاء السودانيين من أجل مصلحة السودان. ومصر تدعو دائما إلى مصلحة السودان، لأن مصلحة السودان مصلحة مصر. ومصر تسعى طول الوقت للعمل مع السودان من أجل الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق المصلحة العليا للسودان وللشعب السوداني. فربما هذا النداء، وتأكيدا على كلامك أستاذ محمود، يمكن حتى مصر في سياساتها الخارجية تتبنى مبدأ المصالح المشتركة. ومنذ تولي السيد الرئيس السيسي مقاليد الحكم والقيادة السياسية لها بصمة كبيرة قوي في كل المحافل الدولية، هناك زيارات متبادلة من قبل السيد الرئيس وعدد كبير جدا من الدول العربية وخاصة الدول الإفريقية، بهدف طبعا توطيد العلاقات المصرية والملف علاقات الثنائية. خليني أسأل حضرتك، يعني مصر تبذل جهود كبيرة جدا وليها دور كبير وحيوي في حل قضايا المنطقة وخاصة الدول الإفريقية، مثل طبعا الأزمة الليبية، وحتى أنها تساند الشعب الليبي في اختيار قيادته، والآن مع بدء اندلاع هذه الاشتباكات السودانية. السيد الرئيس دائما يؤكد على مساندة الجانب المصري لكل الدول العربية والإفريقية. من وجهة نظرك أستاذ محمود، كيف تغيرت نظرة منظمات المجتمع المدني ودول العالم لكل هذه القضايا العربية وخاصة الإفريقية بعد التدخل المصري وبعد الجهود الكبيرة من قبل القيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس بكل هذه الملفات العربية؟ بالتأكيد المنظمات الدولية وربما الاتصال الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش للرئيس السيسي بيؤكد لأي مدى المنظمة الدولية طالها مصر وسيطا نزيها وعادلا تستطيع قيادة المنطقة إلى منطقة السلام. هي راعي للسلام في المنطقة، راعي للسلام في كل هذا الإقليم المتوتر.
موجودة في كل توترات المنطقة، موجودة من أجل الحفاظ على مصالح المطنية والقومية للشعوب العربية وللشعوب المجاورة لمصر. ده بينطلق من ثوابت السياسة المصرية الخارجية. في مصر ده ثوابت خارجية تتصل بوحدة الأراضي لأي دولة موجودة، سواء السودان سواء ليبيا، وحدة هذه الأراضي، الحفاظ على مؤسستها الوطنية وعمل هذه المؤسسات الوطنية والعمل معها من أجل الوصول إلى حل لهذه النزاعات أو الخلافات، والعمل على إيجاد طول الوقت مصالح مشتركة، إنه الجميع يخرج يعني فائزا أو كاسبا من أي إشكالية قد يقع فيها هذه الدول. فمصر يعني تسعى إلى إنه يبقى في المكسب للجميع، والمكسب هنا المقصود به تحقيق المصلحة العليا لهذه الدول، وهذه الدول ورفض التدخلات الأجنبية. ربما مصر يعني دقيقة جدا في صياغة هذه المصطلحات، إنه مصر ترفض دائما التدخلات الدولية أو الأجنبية، وتسعى إلى إنه الفرقاء الوطنيين هم من يصلوا إلى الحل، وهم من يعني يوقعوا على اتفاقات السلام، وهم من يوقفوا إطلاق النار. فبالتالي الحلول تأتي من الداخل، مصر تدعم هذه الحلول التي القادمة من الداخل، لا تمارس أي نوع من أنواع يعني الاستعلاء بالعمل على تحقيق هذه المصالح، ولكن تعمل مع هذه مع هؤلاء الفرقاء على مائدة التفاوض وعلى مستوى واحد من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى، هو تحقيق مصالح عليا لهذه الشعوب ولهذه الدول. الحقيقة أن أصبح الجميع يعي الدور الكبير والجهد الحثيث من قبل الدولة المصرية والقيادة الأساسية التي تبذله في حلحلة العديد من الأمور والعديد من القضايا العربية وخاصة الأفريقية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.